طيب خلينا ننتقل مع حضراتكم لموضوع آخر، ونحن بنتكلم عن حملة هامة جدا لحصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهم المتكاملة. ده بكل تأكيد في إطار حرص الدولة على كفالة جميع حقوق الأشخاص ذوي الهمم وتحديدا السيدات. امبارح أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم حصر 180 ألف سيدة من ذوات الإعاقة حتى اليوم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معنا هاتفيا الأستاذ خليل محمد، مدير إدارة التوجيه والتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يا أهلا بيك. عايزين نفهم أكتر عن هذا التطبيق الإلكتروني وإزاي بيتعامل معاه السيدات، وإزاي قدرتوا تحصروا هذا العدد الكبير 180 ألف سيدة. هو الأول خلينا نفرق بين حصر بيانات 180 ألف سيدة من ذوات الإعاقة وبين التطبيق. ال 180 ألف دولت تم حصرهم من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة التضامن الاجتماعي. عندنا قاعدة بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة، ودي طلع منها أكثر من 40 ألف سيدة من ذوات الإعاقة بكل البيانات المتاحة ليهم. عندنا قواعد بيانات كرامة اللي هو برنامج الدعم النقدي المشروط، وده طلع من هذه القواعد فيما يتعدى 115 ألف من السيدات ذوات الإعاقة على مستوى الجمهورية، واللي هم بيحصلوا على الدعم النقدي كرامة بكل بياناتهم بكل تفاصيلهم. خلينا برضو نتكلم عن البيانات السيدات ذوات الإعاقة اللي تم تسجيلها من خلال الرائدات الاجتماعيات بأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية وبكل البيانات المتاحة ليهم، وما بين التطبيق معالي الوزيرة وجهت بإطلاقه مخصص لحصر بيانات السيدات ذوات الإعاقة. طب يا فندم معلش برضو عشان بس نوضح النقطة دي، ايه الفرق بين التطبيق وايه الفرق بين عملية الحصر اصلا اللي المفروض بنقوم بيها او بتقوم بيها الدولة المصرية عشان يبقى عندنا قاعدة بيانات؟ الحصر اللي احنا بنقوم بيه احد الياته هو التطبيق المميكن اللي وجهت باطلاقه سيادة الوزيرة، وبالفعل تم اعداده بالتنسيق مع احد شركات القطاع الخاص، وعند اطلاقه حصلت شويه مشاكل، ويمكن المشاكل دي انتهت يمكن النهارده، يمكن يتم اطلاقه بكره او يعني اقصاها لحد يوم الخميس اللي جاي. التطبيق ده هيستخدمه السيدات ذوات الاعاقه، بمعنى ان هو تطبيق على طب هو ليه معلش يا فندم ليه تطبيق للسيدات فقط؟ سيدة من ذوات الاعاقه تخش تسجل البيانات الاساسيه ليها، اسمها، الرقم القومي بتاعها، نوع الاعاقه بتاعتها، حالتها الاجتماعيه، حالتها التعليميه او العمليه، حالتها الاقتصاديه، كل ما يتعلق بيها من معلومات من خلال أسئلة بسيطة جدا هو التطبيق بيطرحها، والسيدة بتأجب على الأسئلة ديت وبتحفظ البيانات ديت. خلاص بتبقى دي البيانات دي موجودة عندنا في قاعدة البيانات اللي هينتج عن التطبيق ده، نقدر نستفيد بيها في كل الخدمات اللي ممكن هيل. بس ليه فانا ممكن حد يجي في باله على المدى القريب وعلى المدى حضرتك دي. سامعني يا فندم؟ انا كده اسمع حضرتك تماما. طيب سؤالي لحضرتك، ممكن حد يعني يجي في باله سؤال ليه للسيدات فقط؟ هو للسيدات فقط لان في اهتمام من القياده السياسيه بدراسه كل الخدمات وكل الدعم اللي ممكن الدوله تقدمه للنساء ذوات الاعاقه في المرحلة المقبلة، واللي يتفق مع القانون ومع لائحته التنفيذية. فيما يتعلق بكل الفئات غير المرأة ذات الإعاقة وبرضك معاهم المرأة ذات الإعاقة في تطبيق الخدمات المتكاملة، اللي ما باجي أقدم على بطاقة الخدمات المتكاملة برضك أدون بياناتي عليه، التطبيق ده متاح عندنا وكل الشعب المصري ممكن يدخل عليه. الأول عشان يطلع أو يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة
الحاجة التانية برضو عشان يكون عندنا قاعدة بيانات بكل فئات الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا ذكور أو إناث. طيب هل انتهى الحصر كده خلاص؟ احنا حصرناهم ولا لسه مستمرين؟ يا فندم بإطلاق المنظومة الجديدة اللي هو منظومة حصر السيدات ذوات الإعاقة احنا كده بنبدأ الحصر، آليات الحصر يمكن سيادة الوزيرة وجهت ان احنا كمان ما نستناش التطبيق، ان احنا نبحث في قواعد البيانات بتاعتنا، على هذا الأساس احنا طلعنا 180 ألف من السيدات ذوات الإعاقة زي ما حضرتك قاعدة البيانات بالاستعانة بالرائدات الريفيات الآن لدى وزارة التضامن الاجتماعي، دولت مش هيبقوا مطالبين بأن هم يسجلوا بياناتهم تاني على المنظومة اللي هيتم إطلاقها إن شاء الله بكرة أو بعده، بالإضافة للتطبيق الجديد ده اللي هو أساساً السيدات ذوات الإعاقة اللي مش على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي خالص سواء خدمات متكاملة أو رائدات ريفيات أو كرامة ممكن يسجلوا على التطبيق الجديد اللي احنا بنعلن عن إطلاقه قريباً، واللي سيادة الوزيرة هتطلقه. هيحتاج إيه طيب للتسجيل يا فندم؟ يومين دول إن شاء الله. هيحتاج إيه للتسجيل؟ هو احنا مش هنحتاج حاجة، احنا ما هنحتاج ان احنا يكون عندنا شبكة انترنت وان احنا نخش على التطبيق. أيوة اللي اي اوراق مثلا بيطلبها اللي هنشارك كل الجهات الاعلامية الرابط بتاعه ويبدأ المواطن السيدة ذوات الاعاقة تسجل على التطبيق اللي احنا بنتكلم عليه. طيب يا فندم لو برضو بنتكلم عن المناطق النائية أو يمكن لو أسرة ما عندهاش لسه خبرة كافية في التعامل مع الإنترنت أو يعني ما إلى ذلك، أو حد سنه كبير شوية لسه مش متعود على التعامل مع التكنولوجيا أو مع السمارت فونز أو الهواتف الذكية، هل في أي خطة مثلا لطرق الأبواب إن أو حتى من خلال رائدات الريفيات إن هم اللي يروحوا للسيدات دي عشان يقدروا يساعدوهم في التسجيل؟ وطبعا وارد الكلام اللي حضرتك بتقوليه، ولذلك معالي الوزيرة وجهت بمشاركة الرائدات الاجتماعيات في عمليات الحصر سواء على التطبيق الخاص بهم اللي هو الرابط برو أو تطبيق حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هيتم إطلاقه الرائدات الريفيات، ومن خلال التدريب اللي هم حصلوا عليه في التعامل مع الأسر والدخول إلى الأسر والحصول على بيانات ومعلومات عن الأسر هيساعدوا السيدات ذوات الإعاقة في إن هم يسجلوا بياناتهم، ومش بس الرائدات الريفيات. الحقيقة احنا برضك هيبقى في توجيه من معالي الوزيرة لكل الجمعيات الرائدة في ان هي تساعد برضك السيدات ذوات الإعاقة على تسجيل بياناتهم على الموقع اللي هيتم اطلاقه اذا ما كانوش قادرين يسجلوا بياناتهم للاسباب اللي حضرتك ذكرتها. طيب تم نشر اسم الموقع يا فندم؟ عند اطلاق الموقع هيتم نشره على كل الصفحات الرسميه سواء الصفحه الرسميه للوزاره او الصفحه الرسميه لمجلس الوزراء وكل يعني الوكالات وكل القنوات ان شاء الله تبلغ بعنوان او الرابط بتاع الموقع الجديد ان شاء الله. موقع فقط ولا موقع وابلكيشن كمان؟ ما هو هو ابلكيشن، هو تطبيق، هو مش موقع بتستخدمه النساء ذوات الإعاقة. يعني بس للتصحيح يا فندم الموقع يختلف عن الابلكيشن، هو مش موقع هو تطبيق مظبوط؟ هو ابلكيشن على موقع الوزاره عندنا. تمام، كل الشكر لحضرتك يا فندم استاذ خليل محمد مدير اداره التوجيه والتاهيل بوزاره التضامن الاجتماعي، شكرا جزيلا لحضرتك.